ألو؟ مرحبا، أنا زيرين شاهين. عرفتك زيرين خان ومتفضلي. اتصلت فيك لحتى خبرك خبر حلو. دينيس ديمير كتبت اسمك بقائمة الزوار. عن جد؟ وأنا كمان تفاجأت، بس فرحت كتير. انبسطت إنه دينيس رجعت للحياة، لأنه غيرك أنت ما عنده ولا زائر. حتى إذا بدك فيك تيجي اليوم وتزورها. يعني ما في داعي تنطر ليوم الزيارة الجاي. عن جد فيني إجي اليوم؟ أكيد، أنا حطيت خبر عند الحارس اللي على الباب مثل المرة الماضية. يعني بكفي تقول إنك ضيفي لإلي. تمام، يسلموا زيرين خانم، أنا بتشكرك كتير. ما قلت لك؟ شفت؟ زيرين شاهين. وهلأ بنيجي للخبر الأهم. أنا خطبت، بعرف إنك تفاجأت، بس خلص صار لازم أخذ هاي الخطوة. اسمها زيرين، بنت جدية وبتعرف شو بدها منيح، ومو مثل البنات يلي بعمرها. انت ما كنت موجود بخطبتي، بس ان شاء الله اذا صار في نصيب رح تكون شاهد على كتب الكتاب يا اخي. اللي شو صار معك؟ قتلت شي زلمة يعني؟ ما قتلت حدا، بس غلطت غلطة كبيرة وما بتنغفر. طيب احكي لي. ليك لا تخليني اعصب، احكي لشوف. يلا اسمع، نحن اخوة، يلي عليك علي قول. ليك خطيبتي زيرين شبا عندها أخت صغيرة زينب. فهمت، أختها. إيه إيه، يعني يا الله أنا كيف عملت هالشي. كنا شربانين كتير وطوانا الشيطان. شو عم تقول؟ ليك لا تكون جبرتها للبنت. لا أبدا يا أخي، بس بلحظة هي ضعفت قدامي لأنه انفصلت عن حبيبها، وأبوها آخر فترة كان عم يضغط عليا كتير، وبعدها ندمنا على هالشي. ما بيفيد الندم، خلص صارت، يا ريت ما صارت، بس للأسف. أنت عم تفكر تخبر زيرين؟ القصة مو هيك، بس ليش؟ شو في؟ البنت حامل بالشهر الرابع، ومن خوفها ما استرجت تقول لحدا، والوقت عم يمرق. أول على آخر رح يعرفوا، يعني رح يعرف أبوها. شو رح تقلن وقتها؟ قالت إنه واحد أزعر اعتدى عليها، ومع هيك أبوها قوم لقيامي وصاروا يتضاربوا. إيه؟ كانت خايفة إنه يقتل أختها، بس زينب قتلته. أوف أوف. والبنت بالسجن هلأ؟ زيرين كانت ناطرة ليولد الطفل، بيضل قطعة من أختها كانت رح تربيه، بس زينب ما طوع قلبها أبداً. دبرت أمور المشفى وخلتهم يقولوا لزيرين إنه خلق ميت. ما حق، بالأخير أبو الولد هو زوج أختها المستقبلي، حرام تربيه. يا مسكينة، شو ذنبك تجي هيك بهالطريقة هاي؟ زينب اتصلت فيني بالسر وعطتني البنت، وأنا أجيت لعندك. يعني ما بعرف شو لازم أعمل، اقترح علي أي شيء.
يا بطة، قولي لعمك وجوز شو نعمل؟ كيف؟ طيب فهمت، توقعت والله. قال بدها تضل معنا، ما بدها اياك. خلص هي صارت عندي اخي، ريح قلبك انت. اجت الحلوة، اجت الأميرة. خدي هالبنت على صدرك ورضيها مع أولادك. شو أقول؟ بنت مين هي؟ اعتبريها بنتي. كيف بنتك؟ بحكي لك. شو اسمها طيب؟ ع اسم البحر، اسمها دينيز. بدي اضربها وجيبها بنص راسها لهيفيس. تمام؟ إيه يلا يلا زتية. برافو دودو. يلا زتيلي. يلا نكمل. لك ليش ضربتيها؟ داريا شقية، لا ترجعي لهم ياها. هاتي الطابة. لا برأيي سددي شي ضربة من عندك، جيبيها بوش الختيارة بركي بيصير شكلها أحلى شوي. داريا رجعيها، أعطيهم يلا خدوا. طيبة حسرات. برافو حسرات، سجلتي جول بالمرمى. برافو برافو حسرات، برافو. يا عيني عليكي. على فكرة يا مديرتنا في مشكلة، ها لا تقولي ما قلت لي إذا صار شي لبعدين. خلاص تعوا يا بنات اتركوهم، خلوا هالصغار يلعبوا بالطابة، نحن عنا شغل أهم بكتير. هلأ بدنا نرتب غرفة الأكل، لسه قرب وقت الأكل لأنه، وبدنا نجهز الطبخة. إيه هاجر قولي لي شو في عنا بالقائمة اليوم. بدنا ناكل شوربة لحم خواريف معلمتي. راسو شو هالحكي؟ شو عم يحكوا هدول المجانين عن الأكل؟ من هلأ ورايح نحنا صرنا المسؤولين عن تحضير الأكل، ومفتاح غرفة الأكل هلأ يا حلوات صار معي أنا. ليكي قدرات أمانة، هالعلاك وهالحكي الفاضي بلا من الصبح. ماشي حكي يا صح. كيف؟ زيرين خانم أخذت إدارة المطعم منا وعطتها اليوم لقدرات. يا الله، وهلأ جاي عم تقليلنا الحكي يا كابتن؟ خلاص لهلأ ما قلتي لهم يا قبطانة؟ يعني إذا ما بدها تقول خلاص تصطفل، هي الكابتن تبعكم، شو مفكرين مضطرة أنه تبرر لكم؟ أمانة تفرجولي على هالأشكال، ليكوا على هالموديلات اللي بيقولوا عني محناية، طلعوا كيف شكلهم. إذا مو معروف على الخالص لا شو بتفوتي ولا شو بتطلعي، ومو معروف كمان من وين لوين بتنقلي البضاعة تبعك، معقول يعني عطتك هالمطعم رغم كل هالحكي؟ مين بعتي لحتى أخدتيه؟ على مين فسدتي لحتى وافقت تاخديه؟ عزراء مين بعتي هاي المرة؟ شو عم يصير معك؟ ما سكتي من الصبح على قر 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 قر؟ إذا لهالدرجة مزعوجة مني ليكني أنا هون. تعي تعي لفرجيكي كيف الواحد بيعيط وبيخوف عن جد، مو مثل حركاتك البايخة. تعرفي ذكرتيني بشغلة، خبريني صحي شو صار فيكي، تفقلتي حالك بعد هالموقف؟ انتبهتي على تيابك من تحت يعني؟ إذا متسرب شي شغلة لأنك ختيارة بتعرفي. تعي قربي ولي روحي فحصي حالك وتأكدي لنا من صحتك، لأنه بصراحة ملينا كتير وما بقى فينا ننطر. عزراء شو رأيك نحل الموضوع تبعنا؟ عزراء شو رأيك نتدخل نحن بقى سكتي. وما نترك الشغلة لصحتك؟ شو رأيك يا بطي؟ شو دخلك؟ بعدي من وشي. لا تعيطي. لا بدي عيط وما إليك علاقة، أنا مليت من هالوضع عم تفهمي؟ لا تعيطي لا تروحي اعملي ما تعملي. شو دخلك فيني؟ شو قاعدين بمدرسة؟ سجن هذا سجن الأمور بتمشي بهالطريقة يا كابتن، وأنا هيك بمشيها، ويلي حابة تضل بهالمدرسة تضل تصطفل.
الاستراحة خلصت، فوتوا الكل لجوا. داريا بوسباير اشتيا خانم. تعالي داريا، تعالي فوتي. صار لي فترة عم راقبك، وضعك صعب كتير، كان بدي اياكي تفوتي على المنفردة بدل يونغا. أنا بفهمك، ما قدروا يوثقوا فيكي ولا بأي شكل، ما اعتبروكي وحدة منهم، بس ما في مشكلة بالدنيا ما إلها حل، وأكيد فينا نلاقي شي حل لوضعك هاد. مثلا اليوم بلحظة مو متوقعينها رفقاتك ممكن انهم ينتصروا بلحظه بفضلك انت، وهيك بتصيري عندهم الكل بالكل. ها؟ بس ما في شيء بدون مقابل بالحياه، لهيك رح اعرض عليكي صفقه صغيره. بدي اعرف شو عم بيصير ببي واحد، دينيس شو بدها، وعزراء شو ببالها، وليش عم يتخانقوا سوا. هي مشكلة مؤقتة صغيرة ولا علاقتهم خربت خلاص؟ تجي وبتخبريني بكل شيء. إذا مفكرة ترفضي حياتك رح تصير أصعب يا داريا، لدرجة ما رح تتخيليها. ممكن تتهمي بجريمة مثلا، وفجأة أخلاق سبيلك راح. فكرة العيشة هون كل العمر صعبة مو؟ بثواني بخليكي مؤبد، ومستحيل تقدري بقى تطلعي من هون. روحي هلا وفكري شوي، أنا ماني دكتاتورية، تركت القرار لإلك. مرحبا، حضرتك طلبتيني دكتورة؟ ايه حسرة، وصلتني هلأ نتائج التحاليل. عادي حسرة، في أمور لازم نحكي فيها ضروري بخصوص وضعك الصحي. شو في؟ رح موت؟ شو صاير معي؟ شو كل هالجدية دكتورة؟ قولي شو في، خوفتيني. دينيس فاضية فيني حكيكي هلا؟ ايه طبعا طبعا، كنتي بدك تقولي لي شغلة، تفضلي اقعدي. ما صح لنا نقعد نحكي، شوفي دينيس، زيريني اليوم طلبتني. وشو بدها؟ صير مخبرة. كيف؟ قال إذا خبرتها شو عم يصير عنا بالقسم رح تساعدني بطلعتي، وقالت لي إذا رفضت ما رح أحلم أطلع من هون، وقالت تحديداً بدها معلومات عن عزراء وعنك. أيوة هيك لكان، عم تلعب على الحلقة الضعيفة زيرين. برافو هالبنت الحرام، بس تمام عظيم حلو، منخلي داريا تشتغل جاسوسة. عزراء ما لازم نروح هالفرصة من إيدينا، هي أعطتنا هالفرصة على طبق من فضة، منوهما إنه عندها جاسوسة بيناتنا. أنتي عم تفكري إنه كيف رح ترجعي توثقي بداريا مزبوط؟ إيه تعلمت إني أعطي الثقة منك وإني أعطي فرصة تاني، بقى ليش لحتى ما نعطي داريا هاي الفرصة؟ أنا بوثق فيها ومتأكدة إنها رح تنجح. تمام؟ تمام.
إذا بتوثقي فيها فأنا معك. يعني بتكون ياني وافق على العرض؟ متأكدين؟ إيه، وافقي على عرض زيرين. نقلي لها معلومات، قولي عزراء بدها تقتل قدرت، ولو شو ما كان التمن، وقولي إنه أنا عارضتها. بدي إياها تصدق إنه العلاقة بيني وبين عزراء متوترة على الآخر وانقطعت بشكل كامل. فهمتي علي؟ فرحت كتير لأنكم مو متخانقين عن جد. فكرت إنكم متزعلين. داريا، هذا الموضوع بيبقى بيناتنا. تمام، ما في داعي نخبر البنات بالموضوع. معلش، خلي الكل يفكر إنه نحن متزعلين، يعني هيك بيكون أحسن. تمام تمام تمام. امسكي هي، شوفي هي الرسمة وتأكدي إنها رح تشوفها. قولي لها لقيتها بغرفة عزراء، اخترعي لها شي قصة. ماشي، راقبي ردة فعلها لما تشوفها وكيف رح تتصرف، وورجيها هي كمان. قولي لها لقيتها مشان ما مبين وكأنه عم نحاول نورجيها الصورة بس. طيب اتفقنا. ايه ممتاز. تمام يلا. شو هدول؟ ما بعرف، شغلات لقيتهم تحت تخت عزراء يا خانم. علاقة دينيز وعزراء متوترة. عزراء حطت قدرة بعقلها وناوية تقتلها، بس دينيز ما سمحت لها. لو مو إنه الرفقات يمكن كانوا قتلوا بعض. عظيم. برافو. هلأ رجعيهم لمكانهم حتى ما تنتبه. حطي الرسمة بمكان تبين وكأنه وقعت منها، بس انتبهي، إذا لقطتي هالمرة رح يخلصوا عليكي، وإذا ما خلصوا عليكي أنا بخلص عليكي. برافو داريا، متوقع منك كتير. إلي لي لازمك أي شيء تاني؟ يونغا، فيكي طالع يونغا من المنفردة؟ أويكو بقيت لوحدة ومشتاقة لأمها كتير. ماشي تمام، رح أتصرف. اشتغلتي منيح وبتستاهلي. برافو عليك. ألو. على أساس كل شيء تحت السيطرة. شو عم تقولي؟ شو عم تعمل؟ صورة تقريبية لإلك بالسجن عند وحدة من سجيناتي. شو؟ كيف صورة تقريبية لإلي؟ نجدات جاوبني، بما أنه كل شيء تحت السيطرة، شو عم تعمل صورة تقريبية لإلك بوحدة من غرف السجينات؟ بدك طولي بالك روقي. كيف يعني بدك طول بالي؟ لك هدي مروقي روقي بس لحتى أفهم الموضوع. شو هو؟ غرفة مين لقيتيها؟ عزراء. هذا أكيد المحقق تولغا. شو يعني؟ يعني أنا رح أتصرف، لا تاكلي هم. نهيلي الموضوع. تمام، بخبرك أول ما يصير معي شيء. شو اسمك؟ أوغوز أوكا. جاي لعند زيرين خانم ما؟ ايه أنا ضيفة. تمام تفضل، يلا الحقني. زيرين خانم إجا ضيفي زورك. أوغوز أوكان لوين أخده؟ خلي يجي على مكتبي. تمام يا خانم، فورا. إجا ضيفك يا خانم. اها يتفضل. تفضل. اهلين وسهلين. الباي، جيب دينيز على غرفة الزيارات.
أنا رح أمشي معك. حبيت أقعدكم بغرفة المقابلات، جهزت لكم هالغرفة، هنيك الغرفة مراقبة، هون بتاخدوا راحتكم أكتر. يسلم وشكراً إلك. لا العفو، نحن أكيد منفرح لما يفرحوا السجينات، صدقني. يعني واحدة مثل دينيز ما ضل عندها أي حدا برات السجن، رح تكون بالنسبة لإلى منبع للأمل، وخصوصي إنه مدة عقوبتها رح تكون طويلة. سبق وخبرتيني بهالشي. آه بالله، شكله راح عن بالي، عفوا. لا بسيطة. رح أترككم لوحدكم. أهلا وسهلا. كيف تصاوب؟ شظية متفجرة. أنا من بعد آخر تليفون حكيته معك تعرضنا لمداهمة بالمخفر، تصاوبت بوقتها حتى أني متت. إيه؟ بعدين عملوا لي إنعاش لقلبي، بقيت بالمشفى 9 شهور. يعني لما حاكوني وقالوا لي إنه أوغوز مات كانوا بيعرفوا إنه لساتك عايش، ما معناته عائلتك وعائلتي كذبوا علي. أبوكي كان بيعرف الحقيقة. بابا تصرفوا كأنه عدوي. بعد ما طلعت من المشفى نقلوني على مشفى تانية مشان يعيدوا تأهيلي. ما كنت على طبيعتي لأنه اكتئبت. ولما رجعت طلعت بين الناس جيت لعندك عأسكي شهير بوقت أهلك راحوا، وأهلي قالوا دينيز تزوجت وصار عندها بنت كمان، ما رح تقدر تلحقها لأنه فكرتك متت. أصلاً لو طلعتي قدامي ما ضل عندي إيد حتى ألمس فيها خدك. هذا اللي صار. وبعدين إجا يوم شفت على الأخبار شو صاير معك،
شفت كيف إنه الحياة قسيت عليكي مثلي تماما. الحياة طلعت عادلة لأنها ساوت بيناتنا. بوقتها تشجعت لحتى أدور عليكي. هاد يلي حبيت خبرك إياه، إذا ما بدك نلتقي ما عاد رح نلتقي. تغيرنا وما عدنا مثل الأول، صرنا غرباء. الغرباء ما بيتعرفوا على بعض. هذا المكان غير برا، تانية على الآخر، حياة خطرة. كيف يعني خطرة؟ حكمي مؤبد، رح ضل هون بالسجن لآخر يوم بحياتي، وما بدي خليك تبقى معلق فيني. يعني حتى لو ما صار هالشي انت جرح قلبي اللي سكرته من زمان، واذا رجعت فتحت هذا الجرح ساعتها بنضعف. اكيد رح اضعف. اصلا بدي اياكي تضعفي يا دينيس، بالضبط هذا هو المطلوب. تفضل، شو أخبارك؟ طمني عنك. منيح، أنت كيفك؟ بجنة، حظك حلو كتير. في ضيف إجا لعند دينيس هلأ، خلصت الزيارة وكنت رايحة لحتى أخبرهم. تجي معي؟ طبعاً. مين هالضيف؟ ما كنت عارفان انه في عندها قرايبين. ضيف مميز كتير، كان حبيبة. اول شي ما كان بدها تشوفه، بس شكلها ما تحملت، هي طلبت تقابله. هذا هو الحب، بظن لساتهم بيحبوا بعضهم لهلا. شي بيزعل يا مراد، الحياة فرقتهم هيك. أوكتاي، كيفك يا ضابط؟ يا حزرك، أنا هلأ وين؟ أوكتاي وينه؟ قريباً بتلاقي، لا تاكل هم. شو القصة؟ عيونك بلشت تتحرك، شكلك تحمست لما شفت أنا وين. لا تتحمس كتير، لبين ما يجوا رجالك لهون بكون خلصت ورحت. ما رح تقدر تمسكني عاصم، عم تتمادى كتير، رح تندم كتير لما شوفك. ضحكتني كتير يا حضرة الضابط. انت لا تتمادى أحسن ما لحقك برفيقك، فهمت؟ تبع حالك. بغمضة عين ممكن تختفي على الآخر. عاصم، رح لاقيك ورح ادفنك محل ما بلاقيك، عم تسمعني؟
حاسي من دفن من زمان يا حضرة الضابط، لهيك لا تعذب حالك. دفنت مدت. أرهان تعال معي. يعني صار وقت الوداع؟ لا تواخذوني، خلصت الزيارة. مراد تاخذ دينيس على قسمه لو سمحت. طبعا. أنا حابة أحكي معك شوي أوغوز بيك، فيك تروح على مكتبي؟ طبعا. بعرف هالشي ما بيعني لي، بس ما كنت بعرف قصة إنه في عندك حبيب. هي قصة قديمة. إيه فهمت. طيب ما زعجك اهتمام زيرين بهذا الموضوع لهي الدرجة؟ هي عم تحاول تجرحني مراد، ما عرفت وين تضربني، صارت تدور على شي كان يجرحني، حاولت تنبش الماضي. هي اللي خلت أجوزي يجي لهون، متأكدة. منيح إنه لاحظت هالشي. مستحيل يكون في حدا تاني من هالناحية. زيرين ما رح تقدر توصل لشي. اجتمعت مع أجوز مرتين وخلصنا. أصلاً بوضعي هاد مستحيل يصير شي. بعدين العشق والحب، نسيت هدول المشاعر من زمان. العشق شي حلو دينيس، شعور قوي. إنك تتخلي عن هذا الشعور برأيي شي غلط. يعني لو كانت نهال عايشة ما كنت أبداً رح أتخلى عن حبي لها. حضرتك بتشتغل بأمور الزراعة مو هيك؟ كتير منيح، بظن إنك مرتاح بشغلك. إيه مرتاح، منعزل عن الناس، بس هي مهنتي زيرين خانم. طيب إذا عرضت عليك عرض بيعطيك فرصة لتتواصل بشكل أكبر مع البشر. شو هالعرض؟ نحن في عنا جنينة كانوا السجينات يزرعوها ويتسلوا فيها، بس بسبب شوية أمور اضطرينا نسكرها. إذا فينا نساوي برنامج تدريبي بمكان جديد وطبعاً بإشراف حضرتك كرمال السجينات، من جهة بيتعلموا مهنة وطبعاً من جهة تانية بيطالعوا مصاريفهم، شو رأيك إلي؟ بصير، يعني هالشي والله بيفرحني إني أقدم مساعدة للناس. ممتاز، معناتها صار فينا نبلش هلأ، ومنه كمان نتعرف عليك أكتر. تمام. الحقيقة أنا بعرفك. بالله جد؟ بس بصراحة أنا ما عرفتك، بالعادة ذاكرتي قوية. بس معك حق طبعاً، مو بشكل شخصي. أنا ودوهان شوكاجي خدمنا سوا، كان مثل أخي وأكتر. بعد العسكرية محسوبك انقطعت إيده، ومن بعد الحادثة ضلينا رفقة وما انفصلنا عن بعض. بالله جد؟ ولا مرة هو حكى لي عنك. بعدها رجعت لفترة على الضيعة، وبظن إنه أنتوا خطبتوا بهالفترة. دوهان كان خطيبك ما هيك؟ إيه مزبوط، بس أنا صار لي زمان ما شفته. وأنا
صار لي فترة طويلة ما شفته، صار لي زمان، ما بذكر أيمتى آخر مرة شفته. على كل، بما أنه رح نشتغل سوا نحكي بهالشي على رواب. شكراً، بشوفك عن قريب. إيه إن شاء الله. سيدي ماله أي أثر هون، بيعرف شو عم يشتغل، مو تارك وراء أي شيء. هيك شكله. إيه إمري قل لي، بأي مشفى؟ كيف وضعه؟ طيب طيب أنا جاي، رتبوا المكان، بحكي معكم. تمام 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 سيدي. شو قالت وشو تصرفت لما شافت الرسمة؟ ما حكت شي عالسكينة، بس تخربطت لما شافت الرسمة، بس حاولت ما تظهر لي. مثل ما توقعنا بالضبط. المهم هلأ هي شو رح تساوي؟ بعدين قالت لي رجعي كل غرض لمكانه، بس بدون ما تخلي أي حدا يحس عليكي. عظيم، ممتاز، حربوقة. ليكي عزراء، هي المرة مو طبيعية. كلياتنا منعرف هالشي، بس شو استجد؟ مبارح كنت عم نظف المستودع، وإذ بلش يطلع صوت صريخ من جوا. إيه؟ كأنه عم يتخانق حدا. مين؟ ما حدا، ما كان في حدا، ما كان حدا موجود، كانت لوحدها. يعني صارت تصرخ وتأشر بإيدها وبلشت ترمي كل شي بيجي تحت إيدها وقدامها، نكشت المستودع نكش. ارتعبت منها. أكيد بدك ترتعبي، لك هي معها انفصام؟ لا هي عن جد مريضة. لا هي مجنونة صدقيني، وكمان سألتني إذا لازمني أي شيء، بدها تحمسني لضل وصل للأخبار. قلت لها إذا بتطالع يونغا أموافقت. برافو عليك يا داريا. داريا والله فكرة كتير حلوة، ما قصرتي أبداً، عن جد برافو عليك. مثل ما اتفقنا من قبل، يعني لا تخبري حدا ولا تجيبي سيرة لأي مخلوق. إيه؟ لا تقلقي، يعني بكفي وثقتوا فيني. ماني قلقانة أبداً. طمني تولغا. الو ميليس، لقينا اوكتاي بالمستشفى. شو قلت بالمستشفى؟ كيف اوكتاي؟ طمني. ماشي حاله، بالعنايه المشدده، يعني هلا نايم، بكير ليطمنونا. تمام، قلي باي مستشفى لحتى اجي. تمام شوفك. القصة مثل ما قالت، طلع عندي شوية مشاكل. قالت لي إنه عندي كيس بالرحم. أيوة. قالت لي إنه ممكن ينفجر ورح يسوق وضعي، والدكتورة قالت لي إنه لازم أعمل عملية وشيل الرحم، وإلا ساعتها يعني. قالت لي هلأ معك مدة سنة لتجيبي ولد، لأنه من بعدها ما رح تحبلي. لا تقوليها، زعلتيني حسرت. ايه حسرة، بشو عم تفكري؟ لا تزعلوا ولا ينشغل بالكم. بشو بدي فكر؟ مطالع بإيدي شي، بالنهاية ماني متزوجة، ما عندي زلمة حتى بالأساس، يعني ما فكرت يكون عندي عائلة لحتى أتحسر عليها. هلأ من زمان كنت أحلم الحقيقة، أنا هلأ عندي عائلة وحدة كبيرة،
وهي انتو. شكله هيك رح تكون قصتي، هيك مكتب لي. هذا قدري ونصيبي. ليش بدك تستسلمي؟ ليش راضية إنه هيك تكون نهاية قصتك؟ ليش حتى ما تكوني أم؟ آه، قليلي قديش بقيان لمحكوميتك؟ مو سنة؟ صح؟ وبس تطلعي بعد سنة وتبقي لوحدي رح تقولي يا ريت لو عندي ولد، ورح تقولي يا ريت لو إني متزوجة كمان. فكري يا حسرة لما تلمسي إيدين ابنك الصغير وتشمي ريحته وينام بحضنك ويلحقك وهو عم يقول ماما ماما. ما بدي رح يحبك مثل ما أنتي بلا شروط، وفوق هاد رح يكون حبيب قلبي ورح يكون رفيقي. ايه حسرات، اسمعي من أم خسرت ولادها، إذا طلبتي نصيحتي بقلك لا تفوتي هالفرصة، بس بالنهاية أنتي أدرى. يا دودو ايه أنا معك، بس كرمال الله تطلعي فيني أنا شكلي وهيئتي شكل أمشي؟ لا يا الله. ليش خير شبه شكلي؟ آه؟ ليش حتى ما تكوني أم؟ الكل بيمشي حاله. شوفي يونغا قالت ما رح أنجح كأم ومن هالكلام، وهلأ هي أحسن أم. ودينيس صارت أم لبيلي، وأنا جيت بحسرة ولادي وصرت أم لأويكا وقت الحاجة. يعني الكل بيمشي حاله، وحتى أنا كمان؟ أنتي ما بضمنك. شو غليظة. منهتم فيه، إيه؟ كلنا هون منهتم فيه. ليش حتى نهتم فيه هون إذا بدها تطلع بعد سنة؟ صح، فكري فيها منيح حسرة. بكرة بتجيبي لنا أولاد قبضايات مثلك وبيكونوا هيك طبوشين طالعين لإلك ولأبوهم حسون وسمونين والزاز. فكري، وأهم شي يكونوا مشكلجية مثلك. فكري فيها شوي، بعدين حسون ما في منه. إيه؟ الزلمة إجا وعرض عليكي تتزوجي، رضيان فيكي ورايدة. طيب ليش لا يا حسرات؟ والله إنه ما بينرفض صح؟ إيه لك اللي عم تقولوه كتير حلو، بس يعني والله صعبة كيف لحتى موظف كبير بالسجن مثل حسين يتزوج وحدة، وحدة بالسجن مثل حسرات. شي نقول لك شو بدهم يحكوا علي أهله وقرايبينه لما أطلع من هون؟ فهمتوا علي؟ يعني مستحيل يصير هالشي. لك معقول تتقبلوا هيك شي؟ يا الله منك. ليش شو بده يصير؟ إذا دخلتي السجن يعني مانك منيحة؟ آه؟ يعني ما بيحق لك تحبي؟ بيحق لك ولازم تحبي. بيحق لك؟ بعدين حسين ما فكر بهالشي؟ ما بيعرف إنك بالسجن؟ يعني فكرك ما دوره براسه؟ طبعاً فكر. لك يروح يضحك بعبه، والله إنك مثل الوردة. يا بنت، حسين كمان قال بده يتزوجني، منتزوج سوا. لك بكرة منعمل عرسنا مع بعض. يا الله، لك شكله بدنا نقلب السجن لصالة أفراح. شايفت اللي هيك بده يصير بالآخر. لك شطك تريال. هاي خلاص. سول سي مي. برافو عليك يا شطورة. ايه تمام، كتير حلو. هيا عرفناها، نتعلم غيرها. شو رأيك؟ قولي وراي لشوف. ليكو يا بنت يونغا رجعت. دو ماما. يا حبيبتي طمنيني عني. منيحة. صار لك شي يا أختي؟ ما صار شي. جد منيحة؟ آه منيحة، ما صار لي شي. وأخيراً أويكو اجتمعت بأمها. بكيت كتير؟ شوي. يا روحي حبيبتي. شوي حكيت مع الدكتور، قال لي سوينا يلي علينا وهلأ بدنا نستنى. دولجا قال لي لسه مو مبين، بيبين وضعه من بعد ما يموت. اتجاوز أزمة دماغية خطيرة، يعني ما فينا نسوي شي غير نستنى. أخ أخ أخ.
لا تقلقي أوكتاي زلمة أبضاي، رح يتجاوز المحنة. طولي بالك دينيس، ما لازم نتوتر، عن قريب رح نخلص من زيرين، لا تاكلي هم. أوكتاي أوكتاي، أنا صار لازم نروح. تمام. ليكي دينيس، يعني إلا ما نشوف الضوء بآخر النفق، لهيك لا تفقدي الأمل. تمام. الله ما شوفي. برجاك تحمل كرمالي، تحمل وكرمالي اللي بتحبهم. برجاك رح يتعاقب اللي سوا فيك هيك. انت تحمل، طلبتيني؟ ايه تعال. بدي اقول لك انه انا ناطرتك اليوم على العشاء، رح ساوي لك اكله مرتبه، بدي ذوقك الطبخ تبعي. قصدك اليوم المساء؟ مو نحن حكينا ولا شكلك تراجعت؟ مزبوط صح، من ضغط الشغل راح عن بالي. تمام، اي ساعه لك؟ اللي الساعه 8 بتناسبك؟ 8؟ ايه ممتاز. شو بتحبي جيب معي؟ ما بدي غير سلامتك، جيتك بتكفيني. تمام، معناها بشوفك. بشوفك. راقبي الباب. تمام. شوفي مارت. معلمتي؟ شو صار معك؟ قدرتي تضبطي لي وضعي ولا لا؟ حكيت مع أكثر من حدا، رح أتصرف. ليكي معلمتي أنا بوضع كتير صعب، صدقيني. قلت لك رح أتصرف، طول بالك شوي. خير يا أخي، شو بتكون؟ شو بك شو عم تقول؟ مين اللي بعتكن لعندي؟ مارت مارت مارت، شو عم يصير مارت؟ مارت جاوبني يا ولد، رد علي. ألو مارت، رد علي. ألو بعد ربع ساعة رح يبلش التفقد، الكل على أقسامه. ديروا بالكم لأنه زيرين بدها تجي على قسمكم. أه
ايه دودو، يلا سمعينا الاخبار الحلوه. يلا يلا اشتقنا للاخبار الطيبه، هاتي لنشوف شو عندك. اسمعوا، حسن بعت لي رساله، بده يجي مع امه، بدهم يجوا حتى يطلبوا ايدي على سنة الله ورسوله. عن جد حلو كثير، حلو كثير هالخبر، مبروك على خير ان شاء الله وعقبال عند حسرت يا رب. ايه والله لازم افرح فيها. خليكي ساكتي احسن لك. ها الكل يتطلع فيني. عزراء، شو القصة؟ خير؟ هاي إليك؟ من وين جبتيها؟ هاي إليك؟ وين لقيتيها؟ بقلب غرفتك. هاي إليك؟ ايه هي لإلي. عم تخبي أسلحة بالسرعة زراء؟ ايه عم خبي أسلحة. والله جد؟ وليش يا ترى؟ ليش لحتى تساوي هيك شي؟ أول شي انتبهي على حركاتك وعلى تصرفاتك معي. شش عزراء، دينيز ما تتدخلي، ما حدا يتدخل أبداً، من عدا شي ماني رايقة. على شو ناوية؟ شو عم تحاولي تساوي من ورا ظهري؟ خبريني شو بدك تساوي. والله عم باخذ احتياطاتي حتى ما تلاقوني مقتولة ورا شي باب من هالبواب. وبدون ما تقلي لي شي؟ وليش لحتى قلك؟ فهميني شو الداعي لحتى قلك؟ لك كيف بدي اتفاهم معك وانتي بدك نترك قدرة تقتلنا وحدة ورا التانية؟ ماني موافقة. قلت لا تخزنوا أسلحة، قلت لكم ما رح نهجم. بس أنا مليت كتير يا دينيز، أنا مليت كتير من هي الحالة، كتير مليت من إني ضل قاعدة وساكتة وكلهم ملوا مثلي. ليكي شوفي يونغا انحبست بالمنفردة وأيكون قهرت عليها، اطلعي على حسرة كمان انحبست بالمنفردة، كل اللي موجودين بهي الغرفة ناطرين دورهم لحتى يروحوا على المنفردة. لك كل واحدة من الموجودين هم مرعوبة لأنه بتعرف بأي لحظة ممكن تجي تقتلنا قدرات. القبطان لازم يعرف مسؤولياته منيح، وانتي سفينتك عم تغرق وهالشي ما بيصير. يا بنات بتعرفوا وين رح تلاقوني، وبتعرفوا وين قبطانتكم رح تكون موجودة، فانتوا اختاروا الطرف اللي بيناسبكم. عزراء، إذا سلمتيهم سلاح للبنات وخليتيهم يهجموا على قدرات فلازم تقتليني بالأول. والله كرمال ما لاقي حالي مقتولة ما في مشكلة، بعمل هذا الشي يا دينيز خانو. ساووا التفقد لوحدكم. بأمرك. يلا يا بنات بسرعة، كل وحدة على مكانها. يلا وقفوا بالصف. يلا بسرعة توزعوا بسرعة. يلا يا بنات يلا أسرعوا شوي. ما بعرف من وين وكيف إجا عاصم على خطة انتقام زيرين، بس لما نمسكه رح نعرف كل شيء. دقيقة، مدام هي خطة انتقام زيرين معناها نهال زيرين قتلت نهال مو؟ شو لها علاقة يا أخي؟ شو اللي عم بتقوله؟ بطاقات التاروت؟ شو؟ نهال يلي عليها إشارة ضرب، بالنتيجة بالنسبة لزيرين نهال مسؤولة عن موت زينب. لك مراد روق شوي، ما في أي شيء مبين. روق ولا تستنتج من راسك. أخي ليك
ما عنا دليل دينا، لا تندفع وتتهور، عم تفهم علي؟ مراد اهدى. مراد. تمام. مرحبا. اهلا وسهلا. تاخرت عليكي شيء؟ لا، اجيت بوقتك. تفضل فوت. بدك اشلح البوت؟ ايه، من بعد اذنك. هي خطه دينيس، كيف بيضحك بوجهك وهو بيقرف منك؟ عن جد شلون بيضحك بوجهك؟ زينين؟ الاكل رح يستوي، بس بدي نطرك شوي صغيره. الروايح بتشهي. بصراحة كنت بدي أسألك شو عاملة. مفاجأة، لنشوف إذا رح تعجبك. تفضل فوت. شو بدك تساوي ولا؟ وهي حطينا اللحمة وهي الخضرة وكله تمام. لك ردي وخلصيني. شو عجبك المشروب؟ ايه طيب. هاد للمناسبات المميزة. خطر على بالي انه هاللحظة كتير مميزة. وساويت لك حلو كمان، ما بعرف اذا رح يعجبك لانه الوصفة جديدة. خليكي قاعدة. عادي. شوفي، بدنا نحكي شوي أنا وياكي سوا. مراد، انت شو عم تساوي؟ بعده لو سمحت. بالاول بدك تجاوبيني، انت قتلتي نهال مو؟ كيف؟ قولي الحقيقه، انت قتلتي نهال؟ Oh!
إيه صح، أنا اللي قتلتها. الزلمة اللي خطف عزرا يجيت، وحتى أوكتاي كمان، أنا اللي أمرت بقتله. أما نيهال ما أمرت حدا، قتلت بإيدي. أنتي إيه صح، تغديت فيك قبل ما تتعشى فيه. المرة ما راح تنفتي، وقتاي عايش. نام بسلام يا مراد. الله معك يا حبيبي.